فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يشهد الدين الإسلامي انتشارا منقطع النظير في بلدان آسيا وأوروبا وحتى أمريكا، وذلك رغم كل محاولات تشويه هذا الدين الذي يلج القلوب قبل أن يبلغ العقول. لنرى أفواجا من الناس تعلن إسلامها بكل أقطار العالم، ومن بينها تونس، أين يأتي عدد من الجنسيات الأوروبية وعلى رأسها الفرنسية ثم الإيطالية لإعلان إسلامهم بأرض العبادلة السبعة. جزيرة الأحلام جربة، جزيرة الفلاحة والبحر والسياحة، تلتقي فيها مختلف الجنسيات والأديان، وتتلاقح فيها الثقافات لينشأ تعارف بين الأديان يفضي أحياناً إلى تغيير الديانة، وهو ما حدث مع السيدة البلجيكية دومينيك التي أعلنت إسلامها بجزيرة جربة قبل ما يزيد عن 8 سنوات. في البداية تعرفت على الإسلام من خلال الأخبار والتي كانت في أغلبها سلبية، وخاصة وسائل الأعلام الأوروبية، ولكن احتككت فعليا بالإسلام عن طريق بناتي اللاتي تزوجن بمسلمين تونسي ومغربي، فزرت بعد زواجهما هذين البلدين المسلمين واكتشفت عيشهم وطريقة تطبيقهم لدينهم. أبهرتني كثيراً أسس الترابط داخل المجتمع وخاصة بين الأجيال وداخل العائلة، فشعرت بأنهم متضامنين دائماً مع بعضهم. وبما أني عشت في أوروبا في عائلة مسيحية محافظة متمسكة بالمبادئ والقيم القديمة، وجدت هذه القيم في الجيل الحالي وخاصة الشباب في المجتمع الإسلامي. أما في أوروبا فلاحظت أن الجيل الحالي لا يتواصل مع الغير عدا بالوسائل الرقمية الحديثة، لكن في الواقع لا أحد يقدم يد العون لأحد، وليست هناك ضوابط في التعامل مع الجار أو مع الشيوخ الطاعنين في السن. وكل هذه المظاهر السلبية جعلتني أتساءل كثيراً، ومن خلال بناتي وأزواجهم تعرفت على هذا الدين ومبادئه، وكذلك عن طريقة عيشهم مع عائلتهم، حيث وجدت الكثير من الاحترام وخاصة مع الوالدين، وكذلك استشارتهم في عدة أمور مهمة فجعلني هذا أبحث عن هذا الدين. النقاط القوية لهذا الدين هي التضامن بين الناس وروح الجماعة الواحدة، وفي الدين الإسلامي هناك رابط الأخوة بين جميع فئاته وأجناسه، وهذا شيء عظيم مسني بقوة. أنا عضوة في جمعية القرآنية بميدون، جاني أبيل قالوا لي إيجي راهي فما واحدة من الأجانب باش تسلم باش نعملوا لها حفلة صغيرة، لبيت الدعوة ومشيت بحكم تزامن مع صلاة المغرب. دخلت للمسجد صليت المغرب لقيتها معروفة، معنا لابسة هي الخمار واللبسة اللي شفتوها بها. يا اخي قلت لها انت اللي باش تدخلي الاسلام؟ قالت لي ان شاء الله. قلت لها شبيك ما لما وقفتيش صليتي معنا؟ قلت مازال ما نعرفش برشا حاجات، هاك اليوم باش نشهد ان شاء الله. فهمت كيفاه هيك؟ وصلينا المغرب ومشيت انا. قلت لها مالا انت عملنا لك احتفال في الجمعيه بحكم الجمعيه مجاوره للمسجد. طلعت انا وياها للجمعيه فرحنا بها وسالوها على برشا حاجات، وبعد كما تقول هي الإمام تحب تشهد قدام الإمام، قال هيا معناها قومي معناها هكا انت الحمد لله مرحبا بك في الإسلام كذا، أول حاجة هو انت باش تقولي الشهادة. صدقني وقت بدات تقول أشهد ولا إله، مش عارفة هاك الموقف، قلت الحمد لله لحنا عرب والحمد لله لحنا مسلمين الحمد لله، معناها بصعوبة وفرحانة والعرق ينز منها، وما تصورش هاك الموقف كيفاش معناها شدني ليها معناها فهمت.
بعد يسألوا فيها كيفاش نوا إيش خليك تحب الإسلام؟ كيفاش قلت؟ قالت اللي خلاني نحب الإسلام هو انضباط أهلها، هو أخلاق أهلها كيفاش يطبقوا معناها في الإسلام. Allah, you are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers. Moi, personnellement, j'ai été éduquée dans une famille chrétienne avec des anciens principes. Donc, ma génération à moi. أتذكر عندما كنت صغيرة كانت أمي تحدثني عن الزواج والعلاقات الجنسية في مبادئنا وقيمنا، فوجدتها في الإسلام كما وجدت الناس في المجتمع الإسلامي تعيش بالقيم التي أحملها، وخاصة في مفهوم العائلة والعلاقات الجنسية والتي أعلم أنها موضوع محظور، ولكن في أوروبا لدينا إفراط في ممارستها، كما أن في أوروبا كل الأمور تعالج بالمادة، فعندما يغضب ابنك مثلا يكون الحل الوحيد لإرضائه هو المال، كذلك الزوجة أصبح التعامل معها عن طريق المادة. ولاحظت في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في أوروبا كل شيء أصبح مباح كالاعتداء على الناس وسرقة البنوك أمر عادي لأن حياتهم طغت عليها المادة. Comme moi je les ai élevés, tu dis tu feras le bien, tu recevras le bien, tu ne voleras pas, tu seras gratifié, enfin toutes les valeurs essentielles. Et en fait, quand on regarde la société qui nous entoure, c'est tout à fait le contraire. إيش كرهها في المسيحية؟ معناها ناس صارت متناقضة نقولوا مبادئ المسيحية كما هي أخذتها على جدها كما تقول، فهمت؟ هي إنسانة ملتزمة نوعا ما في المسيحية، ما عندهاش برشا حاجات مقبل، وبعتالي صغارها كي دخلوا للبنات كي خذوا عرب، واحد منهم تونسي واحد مغربي، معناها هذا هم اللي ربي يبارك فيهم، واحد ما يعرفهمش، أما هم اللي حببوها في الإسلام، وصغارها كانوا ميلوجوش عليها قبل ما يتزوجوا، كي تزوجوا دخلوا الإسلام رجعوا يحبوها ويسألوا عليها وكيفاش ماما يجي لهنا وكذا ومدري شنو ويمشوا لها ويجوا معاها، قال سبحان الله فرق كبير بين بناتي قبل الإسلام وبناتي بعد الإسلام، خلاف وتتها هي كي معناها كبرت، هي كبرت شوية في العمر، كبرت شوية في العمر رجلها تخلى عليها رغم عمرها كامل عديته مع زوجها برك، فهمت؟ قالت كيفاش بعد العمر هذا كل يخليني معناها، فهمت كيفاش؟ وكي قرات وتسمع ساعات في مش عارفه كما قالت هي في التلفزه بعض شيوخ يتكلموا حاجات كيما هيك، شوف معنا كيفاش الازواج يضحوا على زوجاتهم، شوف محمد صلى الله عليه وسلم ليش قعد مع خديجه، ليش مع امنا سوده ورغم الكبيره ورغم درا شنو وحاجات كيما هيك، معناها شافت الاسلام قاعد يتطبق، فهمت كيفاش؟ وشافت العائله ما نقولوا فما وحدة بين الآباء والأبناء والجدود اللي هم فقدوها خلاص معش فما عمر كل واحد على روحه. My eyes cannot see you and yet my heart believes your miracles around me so clear and easy to see. Allah you are the greatest and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely pray to be among the ones you love. Lorsque ma première fille s'est convertie à l'islam, j'ai plutôt, tu vois, j'ai tâtonné, j'ai regardé, j'ai lu. Je me suis intéressée au Coran, je suis allée très doucement. عندما اعتنقت ابنتي الأولى الإسلام، أصبحت أهتم بها وأراقبها دائما منذ 7 سنوات تقريبا. وكان لي صديق من جربة جاءني إلى بلجيكيا وتحدث معي بهدوء وبطريقة سلسة عن الإسلام، فذهبت مع ابنتي إلى المسجد وتحدثت مع الإمام فوضح لي عدة أشياء أبحث عنها، فعدت إلى صديقي وقلت له أن يأخذني مرة أخرى إلى المسجد كي أعلن إسلامي.
أحيانا وعندما لا نكون متأكدين مما نعتقد أو مما يلامس تفكيرنا، يكفي أن يأخذ أحدهم بأيدينا لبداية التفكير السليم. لم أجد صعوبات كبيرة مع محيطي في بلجيكيا، لأن كثيرا من البلجيكيين يدخلون الإسلام في مدينتي. هي كي جات لهنا تعرفت على عائلة وين تسكن هي تو، العائلة هذيك هما تعرفت عليهم هما في بلجيكا، فهمت؟ أخته وأخوها مشاو لبلجيكا، ما عرفش كيفاش تعرفت عليهم، العلم الله الطريقة كيفاش. المهم استدعتهم لدارها وخلتهم جمعة في دارهم كذا، وقلت لهم أنا نفكر في الإسلام. وقتها ما زالت هي قعدت 8 سنين باش أسلمت، 8 سنوات وهي تفكر في الإسلام. قال له هيجي جربة به وجربة كذا، وكيما احنا قعدنا محذاك معناها أسبوع يجي محذانا، ما فهمت. جات محذاها وتكررت الزيارات ولا وعطوها كلاريت وين مشينا لها، وين هي صورت معناها هذيك ماهيش، ما ياخذوش حتى يعطيهم الصحة، ما ياخذوش حتى في الكريم تاع الواحد تاعها، فهمت. تقعد هيك 3 شهور 2.5 شهور وتمشي لبلجيكا، وهما زاد في نفس الوقت كي يمشوا لبلجيكا يقصدوا دارها مباشرة، معناها فهمت. صور العائلة هذيك هم اللي حتى هم طلعوا عائلة معناتها ملتزمين. قلت الراجل ديما في صلواته في المسجد صادق، ما معناها محترمها إلى أبد حد معناها. Oui, c'est la langue. Ouf. Et je les vis encore. Parce que bon, j'ai une assez bonne mémoire. نعم، وجدت صعوبة في اللغة العربية، كما أن لدينا ذاكرة ضعيفة، لذلك وجدت صعوبة في تطبيق الإسلام. ولكن بالنسبة لي مجرد اعتناق الإسلام أمر مهم جدا، فأنا أطبق ما أقدر على تطبيقه من الإسلام. بالنسبة لاختياري لمدينة جربة فهذا بسبب المناخ والمعمار الرائعين، حيث وجدت راحة نفسية كبيرة هنا. وجدت كثيرا من الإخلالات عند المسلمين في تطبيق دينهم. رأيت نساء مثل نساء أوروبا، كما شاهدت العديد من الناس يشربون الكحول والخمور ويتناولون المخدرات، كما لاحظت أن عديد الناس يأخذون الدين على أنه عادة مثل رمضان، فأجد كثيراً مما يصومونه خوفاً من أبيه وأمه. الصعوبات هي قالت أنا أول مرة أكثر حاجة هو الفوال، خمار، قالت صعيبة عليا باش نلبسها، وصعيبة عليا مش باش نلبسها حتى عليا أنا، على الانتوراج متاعي، صحباتي وصحابي كيفاش بيقبلوني بمنظر آخر. أنا حبيت ندخل للإسلام بشوية بشوية، أنا عندي عقيدتي عندي كذا، وحتى معناها يعرفوني انا مسلمه، بديت نصلي، بديت نزكي، بديت ما نشربش الشراب، نحت هي عندها فتره نحت الشراب ونحت كل شيء، والخنزير ومعناتها الاشياء هذه منابته معناها نحتهم، فهمت كيفاش؟ بحكم لقيتهم قيم بالحق، فهمت؟ هذه المخدرات وكذا شويه، قلت هذوك هم اللي هلكوا الدنيا، فهمت؟ اما اللي بعض الناس اللي هنايا يقول هي لا انت بتسلمي يلزمك خمار ويلزمك كذا، وصارت في وقتها وكذا كذا كذا. كي مشات الامام في بلجيكا قلت له انا نحب نسلم، لكن صعيبه عليا برشا حاجات، نولي نصلي مازال ما نعرفش نعرف العربي، مازال ما نعرفهاش، ولزمني نلبس خمار وما زلت معناتها ما نعرفش كيفاش، فهمت كيفاه؟ هيك هو قالها المهم انت خرجي روحك الامام هذا، خرجي روحك من الشرك، المهم اشهدي اني بكون الله واحد لا شريك له، واشهدي بان محمد صلى الله عليه وسلم الرسول، وتامني بجميع الرسل وكذا وكذا، وفهمت. وبعد تالي ادخلي بشويه بشويه الاسلام. الصلاه هي الاولى بطبيعه الحال، قال حاولي معناها اقري، حاولي اعملي الحركات بشويه بشويه كما تقدري. شريت هي قرانك اللي في ستيل ويقرا، فهمت، قاعده تعمل في ليكون معناها ماهيش هكاكه، فهمت. وان شاء الله قلت احنا شي عند حكيت شر ونص، احنا اللي هنا اسلمت ما عندهاش يسر. احنا عنا في الجمعيه والحمد لله نادي تاع الصغيرات، نعلموا فيهم الصلاه، نعلموا فيهم في برشا حاجات، وانا اللي ما ندخلوها بحول الله
حول الله حكيت نصور أنا شهرين مع الصغيرات ولا حتى شهر ونص تحفظ لنا الفاتحة حول الله معنا بالترديد مرة في الأسبوع عدة مرات مع نكفوا مع بعضنا نصلوا كما نعلم الصغار الصغار كيفاش تعلموا تعلموا كيكة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. غربت شمس جزيرة جربة لتودع يوما انقضى، وتبقى شمس الإسلام مضيئة في قلوب الوافدين على هذا الدين. فالنور الذي وجدته دومينيك في الدين الإسلامي ولم تجده في غيره من الأديان هو الذي دفعها إلى اعتناق هذا الدين العظيم والعمل على تطبيق تعاليمه واجتناب نواهيه، لتنضم بذلك إلى صفوف الوافدين على هذا الدين بنسب قياسية. فسبحان الله الواحد القهار الذي قال في سورة الفتح بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers.